هو واحد من أهم وأكبر الفنانين في مصر، مفيش في دماغه حاجة غير فنه وشغله. صعب أن أنت تلاقيه أو تشوفه كتير في الوسائل الإعلامية. هو فنان اسمه نوبي بديع. بدأ الرسم على سطح بيته في السيدة زينب من 50 سنة، لكن طريقته الحقيقة كانت مختلفة جدا، لأنه كان بيجمع الأجندات القديمة والمجلات الملونة وبيفرغ عليها الوشوش، يعني نوع مختلف من الفن. وبدأ بعد كده يعلم الأطفال وهو بيحلم أن مشروعه يكبر. نشوف معاكم التقرير. من ألف حكاية ورواية بنسمع ونقرأ عن ناس فنانين بس مش معروفين. واحد منهم هو الفنان التشكيلي نوبي بديع. هو اسم على مسمى لأنه فعلا بديع في أعماله اللي بيشتغلها بإيده واللي بدأت معاه من 50 سنة. قدر خلال مسيرته يصنع من الجدران متاحف. أنا ليا مرسم في وكالة الجوري، ده عن طريق وزارة الثقافة، والمرسم ده اللي خلاني أبدع في فني. قصة بداية الفنان نوبي كانت محض الصدفة وهو بيلعب فوق سطح عمارتهم. من 50 سنة من فوق السطح، لأن كان عندي 14 سنة وأنا حاليا عندي 64 سنة. أنا كنت قاعد ومعايا جلدة أجنتا، فابتديت أخطط فيها بالقلم الجاف، ولقيت قطعة من الموس على السطح، فأخدت القطعة دي وقعدت أقطع بالشفرة الموس على حتة الجلدة. فبعد ربع ساعة كده عدت طيارة عملت صوت جامد وأنا كنت قاعد في الشمس، فمسكت حتة الجلدة رفعت إيدي كده عشان أشوف من الشمس، أداريها من الشمس، فشفت خيال جميل جدا كان ساعتها شبيه بتمثال مصر المنتصرة للسجيني، يعني طلعت من تراث مصر. سؤال بيدور في ذهن أي حد بيشوف الفنان نوبي، ايه هي الاسباب اللي خلته يبدع؟ كنت بتمتع جدا ان انا ساكن في منطقه السيده زينب، ومنطقه السيده زينب دي جميله جدا، فكان بيعجبني بقى العرسوس والسقه والحاوي، وكنت بعمل نماذج للحاجات الشعبيه دي اللي ساعدتني اني اشتغل منطقه السيده والحاجات الشعبيه دي اللي ساعدتني اني اقدر اطور في النماذج بتاعتي. وانا ماشي مثلا من السوق فببص الناس بتبقى قاعده قعدات معينه، ناس كبيره، وفي بعض الخضريه على الفكهنيه، فبتبقى مديه اشكال جميله كده فن تشكيلي، فدي بتلهمني بان انا اعمل حاجه كويسه. قصائص نوبي الجلد وصلته لمرحله من العالميه في وقت قصير جدا، وجاله اكتر من خطاب شكر من رؤساء دول. ليدي ديانا والامير تشارلز وبعتوا لي خطاب شكر. بعدها كان ايام الرئيس الامريكي رونالد ريجان، بعت للولايات المتحده صوره رونالد ريجان، واخر زعيم امريكي واول زعيم امريكي هو جورج واشنطن، والبيت الابيض بعت لي خطاب شكر. للفنان نوبي مطلب ورساله لوزيره الثقافه، وده حلم هو بيحلم بيه. أنا اتكلمت تكرارا ومرارا إن أنا أعلم الأطفال، وكنت بتمنى إن يبقى لي مرسم، بقى لي مرسم في وكالة الجوري، بس ممنوع اصطحاب أي حد أو ممنوع إن أنت تعلم أي حد داخل المرسم. طب لما أكون ده مرسمي وأنا اللي بشتغل فيه، هل ممكن أعلم الأطفال فيه؟ دي بقى تتساب للسيدة وزيرة الثقافة. الفنان هو إنتاج وتطبيق وإبداع، وكل العناصر دي متوفرة عند نوبي بديع لأنه حالة ومش بتتكرر، ودي واحدة من سلسلة حياة إنسان. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور. أحب أقول لحضراتكم إن إحنا كل أسبوع هيكون معانا تقرير بنرصد فيه حكاية واحد من أهم الشخصيات المؤثرة الموجودة في كافة المجالات. سلسلة الحكايات هتكون
اسمها حكاية إنسان، لأنه في نماذج كتير قوي في حياتنا بتستحق فعلا أن احنا نسلط عليها الضوء، خاصة الشخصيات اللي طبيعتها ما بتسعاش للظهور في الإعلام.